السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، رسمة خطيرة يا محمد. شكرا، جزاك الله خير. شوف أنا جيت على موعدي وطلبت 2 بيتزا كبير. 2 بيتزا كبير؟ صدق طالب لي ساعة كاملة طالب ورجع الطلب، لكن أنا أوريك فيهم الحين. يا ابن الحلال هدي هدي، أكيد عندهم زحمة، عندهم زبائن واجد غيرك، مو بنت بالحالك. زبائن واجد وواجد أوريك فيهم. هذا المجهول بن عيني الحمراء. السلام عليكم يا أخوان. الطلب يا أخي لي ساعة طالب. إيه أنا يوسف اللي طالب 2 بيتزا كبير. يا أخي في زبائن قبل، مشكلتكم يا أخي. لا تبرر، أنتم ما عندكم لا احترام ولا تقدير. هدي يا ابن حلال هدي. مع السلامة. استرح يا أخوي، اذكر الله يا أخوي. لا إله إلا الله. عندهم زحمة، عندهم زبائن واجد غيرك، مو ما تبر حالك. مشكلتكم يا أخي، بطني جوعان، أنا جوعان. حياتكم ملخبطة حاجة صح والباقي خطأ. 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 حاجة صح والباقي خطأ. لا 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 لا. احذر تسلم. اللعب لمدة 3 أشهر بالألعاب الإلكترونية يضعف 3 قدرات في العقل، وهي التركيز والانتباه والتذكر. إنه بعد سنة يتدمر تماما أو يكون فيه تدمير كبير جدا لخلايا التركيز والانتباه والتذكر. طبعا كثير من الأطفال الآن موجودين لا يركز أكثر من 5 دقائق، ينسى الدروس، ينسى الواجبات. طبعا لما يطلب منه بعض الأشياء فعلا يرجع يسأل أكثر مرة، لأن فعلا فقد قضية التذكر. انتشرت أمراض بسبب الخلل في كهرباء المخ، زادت العصبية، ثورات الغضب، بالإضافة إلى مشاكل نفسية. سأذكر بعض الأمثلة مثل لعبة الحرب، وكذلك سباق السيارات، وكذلك كرة القدم. صور متتالية، أصوات سريعة، طبعا كلام سريع، يحاول الطفل أن ينتبه ويركز ويبذل جهد عن طريق ذبذبات المخ، لكن الجسم ثابت لا يتحرك، وهنا مكمن الخطورة. طبعا احذر تسلم. الأطفال في خطر، الشباب في خطر، وستكون أخطار مستقبلية كبيرة جدا جدا إذا ما وضعنا فعلا حد، وضعنا وقت، ووقت قصير جدا جدا لا يزيد عن 30 دقيقة في اليوم. يعتقد البعض أنها تنمي الذكاء، وهذه خدعة من بعض الشركات أو من بعض المستفيدين. الخبرة هي خبرة تراكمية، خبرة معرفية. مثل واحد يعرف يفك لعبة ويأتي شخص لا يعرف فيكون بالنسبة للثاني صعب، فيقول ذكاء. ليس ذكاء، هذه خبرة. مثل لو قلت لغز أنا وفي زميل لي عارف هذا اللغز فيعتقد الناس أنه ذكاء، لا، هو أخذ خبرة أو معرفة سابقة. فهذه ليست أو لا تدخل في قضية الذكاء. الذكاء متى يكون أو تنمية الذكاء؟ يكون في الأشياء العملية التطبيقية مثل ألعاب الفك والتركيب وبعض المعارف اللي تحتاج إلى حقيقة تحليل. الخداع الكبير اللي موجود في السوق فهي ألعاب حقيقة في أخطار لا تعد ولا تحصى. سلمان إن الجوافة فيها فوائد كبيرة وعصيرها ألذ العصائر. ما تدري وين السواق؟ سواق؟ لا يا أخي، عليكم شيء مرسل ويجيب لنا العصير. طيب يا سلمان، يمكن في زحمة، يمكن عنده ظروف. لا ظروف ولا خروف، هذا ما يفهم. لا تستعجل. طيب شوف الحين وش عنده. ان شاء الله يا سلمان. ايش تصافح السواق يا اخي؟ ساعتين عشان بس يجيب عصير؟ هذا كسلان يا سلمان. يا
يا سلمان، ظروف الحياة هي اللي أجبرته يشتغل عندنا. واسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. معلش محمد، أنا أسف. لا يا سلمان، لا تتأسف لي، أنا تأسف للسواق. أنا أتأسف للسواق؟ إيه، أنت تتأسف للسواق لأنك غلطت عليه. ألو ألو، هلا زلبطة، امسك كلمة سلمان. ألو زلبطة، معليش أنا آسف. خلاص جيب 3 عصير، خذ لك واحد. يلا مع السلامة. جزاك الله خير يا سلمان، أحسنت، وهذا هو الاحترام والتقدير.